بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نتحدث في الموضوع الذي نحن بصدده، أود أن أدعو إخواني إلى أن نعيد مرة أخرى قراءة الفاتحة على أحد الرموز الجحادية الذي غادرنا منذ أقل من أسبوع، وهو أخونا المرحوم برحمة الله تعالى مولاي حسن بودرقة، الذي شكل منذ عشرات السنين رمزا اتحاديا في هذه الانتخابات التي نخوضها. وطبعا نحن نقرأ الفاتحة ونترحم على روحه الطاهرة. لا بد أن نؤكد أننا لا زالت قلوبنا حزينة ولا زال الجرح في فراقه عميقا، ولعل أحسن ما يمكن أن نقدمه لروحه الطاهرة وأن نستمر على نهجه وأن نحافظ على رسالته وأن نجمع شمل ناخبيه ليكون سندا للحزب كما كانوا دائما. فعلى بركة الله نقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نلتقي اليوم وقد انطلقت الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء الغرف المهنية، غرف التجارة والصناعة والخدمات والصناعة التقليدية والفلاحة، وهي انتخابات التي يشارك فيها الاتحاد الشراكة للقوات الشعبية على مستوى إقليم فاس بثلة من خيرة الأطر والمناضلين في كل الأصناف. ويحضر معي اليوم صفة بمقر الحزب بعد أن خاض حملتهما الانتخابية هذا الصباح ولقي تجاوبا كبيرا من طرف الناخبين، الأخوين أبو مهدي أبو الحسن علي وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لائحة الوردة بدائرة أبدال صنف الخدمات، وأخي وصديقي الدكتور توفيق العلمي وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية صنف التجارة بدائرة أبدال، وهما بالإضافة إلى باقي الإخوان الذين تم ترشيحهم، الأخ الخليفي الحسين بدائرة المدينة بصنف الخدمات، والأخ عبد القادر السعيدي بدائرة المدينة بصنف التجارة، والأخ محمد تحيفة، والأخ محمد بوركيزة، والأخ محمد المعيعش، والأخ أحمد محب، وكلاء لوائح الاتحاد الاشتراكي بغرفة الصناعة التقليدية بصنفيها الخدماتية والفنية الإنتاجية. هذه الحملة نخوضها نحن كاتحاد اشتراكي بهذا الإقليم تحت شعار من أجل غرف ديمقراطية في انتخابها شفافة وفاعلة وناجعة في عملها، من أجل غرف مهنية شريكة في مخططات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمحلية والوطنية والجهوية، ومن أجل منتخبين نزهاء شرفاء أكفاء قريبين من ناخبهم. وهي الحملة والحمد لله التي تمكننا من أن نخوضها ونخوضها الآن بنظافة وبشرف وبتنافس كمسؤولين اتحاديين. نحن حريصون على أن تكون انتخاباتنا وحملة إخواننا نظيفة ونزيهة، وأن يخاطبوا عقول ناخبهم وأن يخاطبوا ضمائرهم وأن يقدموا التزامات سياسية واضحة لناخبهم، وهو ما يشكل عنصر قوة، بحيث هناك تجاوبا كبيرا لإخوتنا المهنيين من صناع وتجاريين وخدماتيين وصناع تقليديين. ونحن على يقين بأن الاتحاد الاشتراكي سيخلق المفاجأة في هذه الانتخابات بعد أن راهن البعض على نهاية الاتحاد، ولكن ترشيحاتنا وتغطيتنا لكل الدوائر ولكل الأصناف تأكيد آخر على أننا قد نمرض وعلى أن الاتحاد حزب قد يمرض وقد يصيبه بعض الداء، ولكنه كطائر في نق
دائما ما ينبعث من رماديه. ولنا اليقين كذلك بأن هذه الانتخابات ستشكل دفعة قوية بنتائجها للاستحقاقات التي نحن مقبلون عليها عما قريب، وهي الاستحقاقات الجماعية والجهوية، والتي كذلك سنقدم خلالها خيرة مناضلينا وأطرنا الذين انفتحنا عليهم، وكذلك رموز حزبية تمرست وتدربت ولا زال لها من الدربة والحنكة شيء الكثير. أعتقد بأنه هذا أمر يكفي. نحن لنا ثقة في المهنيين ونحن في كل أصنافهم بأنهم يعرفون ما هو اتحاد اشتراك القوات الشعبية ورصيده بهذه المدينة، ولعل عنصر الجدة في ما نحن بصدده هو أننا قدمنا نسبة كبيرة من الوجوه الجديدة التي لم تلوثها المؤسسات والتي لا سوابق لها في هذا المجال، والتي هي معروفة في كل الأوساط المهنية بنظافتها وبكفاحها. والحمد لله أنتم تلاحظون بأن لوائحنا لم يتم الطعن فيها ولم تسقط أي لائحة للاتحاد الاشتراكي، وهذا مبعث فخر لنا. فعلى بركة الله انطلقت حملتنا منذ يومين، ونحن سائرون بحول الله إلى فوز وإلى اكتساح كبير يوم 7 غشت إن شاء الله. لأنه كان بودنا أن يكون معي وبرفقة جميع الوكلاء، ولكن أنتم تعرفون اليوم الجمعة والإخوان كلهم مشغلون بحملتهم الانتخابية، ولكن لا بأس من أن نعطي صرفا جيدا ونموذجا جيدا لما رشحه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بهذا الإقليم. على رأس هؤلاء بجانبي يتواجد الأخ توفيق العالمي، هو دكتور صيدلي ابن الاتحاد الاشتراكي منذ سنوات ومن عائلة اتحادية عريقة، وهو كذلك الآن مرشح الحزب كوكيل اللائحة بصنف التجارة بداء إدارة أبدال بغرفة التجارة والصناعة والخدمات. أعطيه كلمة ليقدم فيها بعضا من التزاماته. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعيد بكوني حظيت بثقة حزبي، أولا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفاس في انتخاب صنف التجارة، في انتخابات صنف التجارة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس. كما أؤكد أنني سأعمل كل ما في وسعي وكل ما بإمكاني من أجل غرف مهنية حقيقية، ومن أجل تجار، ومن أجل مصلحة تجار هذا الإقليم. كما أؤكد لكم أننا داخل حزب الاتحاد الاشتراكي تربينا على سياسة القرب وعلى حل ما يمكن حله من مشاكل تجار وكافة المجتمع المدني، ونود في هذه المحطة بإذن الله أن نغير ما يمكن تغييره وأن نتمم على ما سبقونا إخواننا مرشحو حزب اتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن فعلوه من أجل التجار ومن أجل رفع الظلم على التجار ومن أجل مصلحة تجار هذا الإقليم ومهني هذا الإقليم. إننا في حزب الاتحاد الاشتراكي دائما كنا ولازلنا وسنظل نناضل من أجل تنمية شاملة لهذا الوطن وخاصة في إقليمنا. فتحية لكل التجار بإقليم فاس، وتحية لمناضلي ومناضلات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفاس الذين يخوضون حملة انتخابية كما اعتدناهم، حملة نزيهة، حملة نظيفة وشريفة. وموعدنا يوم 7 غشت لنحتفل بإذن الله بفوز الوردة في انتخابات المهنية. عاش الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. احضروا معي أيضا إلى جانبي الأخ المناضل أبو مهدي أبو الحسن علي، وهو من الكفاءات التي انفتحنا عليها مؤخرا علما بأنه ينتمي إلى عائلة اتحادية عريقة وضاربة جذورها في التربة الاتحادية، وقد استطعنا أن نقنعه
ليتحمل إلى جانبنا هذه المسؤولية في إطار دينامية إعادة بناء الحزب بهذا الإقليم والانفتاح على طاقات كثيرة نظيفة ونزيهة ولها من الإمكانيات على مستوى المصداقية وعلى مستوى الشعبية وعلى مستوى الحضور الكثير. وأخونا أبو مهدي علي يقود لائحة صرف الخدمات بدائرة أبدان لغرفة التجارة والصناعة والخدمات، وأعطيه الكلمة ليقدم نفسه لكم ولجمهوركم ولكافة المهنيين، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أبو مهدي أبو الحسن علي، تشرفت بقيادة لائحة الوضع لانتخابات غرفة التجارة والصناعة والخدمات صنف الخدمات، وهي الثقة التي منحني حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لخوض معركة نظيفة ونزيهة من أجل غرفة ديمقراطية وفعالة ومن أجل إسماع صوت الخدماتيين والدفاع عن مصالحهم. فتحية لكل مساندي لائحة الوضع، وموعدنا يوم 7 غشت لنحتفل جميعا بفوز الوضع. وعاش الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.